today we examine aquat and examine both eyes. The right eye is ruptured, the eyeball is injured, and the retina is detachment. But the left eye, there is retinal attachment also, and the eyeball irregular. But I can see by primary examination, is there any ruptured globe or not. So there is, will be a further examination, CT scan, ultrasound, that will confirm the examination. I hope she will be good soon. First, we will do some investigation, okay, like a CT scan and ultrasound for the eye to confirm that if the extent of injury, because there is a severe injury now, and now we need to do a primary closure. Primary closure means that we getting back the content of the eye inside the eye and close it to avoid infection. And after the investigation and the result, we will check if there is anything we can do, and we can do the, and we can tell that the prognosis how come. Inshallah. Thank you. Okay, Anna Dr. Atong Ayue Longar, I'm a psychiatrist by profession. جينا قبل لقينا طفلة أقوات لتقديم الدعم النفسي كبداية قبل ما نعمل التقييم والتشخيص ونصل للعلاج. هي متماسكة و يعني قوية بصورة غير طبيعية. مرات بيكون ده ممكن يكون الصدمة، ونحن نتوقع إنه مثلا ممكن يكون عندها شخصية قوية عشان كده هي قادرة تتعامل مع الحاجات بالطريقة دي. لكن مما جينا من المطار لحد ما جبناه للدكتور هي متعاونة جدا جدا، و مما جبناه من المطار لحد ما جينا للدكتور هي متعاونة جدا جدا وزولة متفهمة، وكلمنا معاها الكلام العام بتاع انه المفروض تصبر والمصايب بتجي للزول في اختبارات، ربنا بيختبر الناس لما يحبهم والكلام العام ده، وهي متقبلة الفكرة. يعني الدكتور كشف عليها، وافتكر الدكتور بتاع العيون ده التقرير بتاعه المبدئي الاولي. لكن احنا ندعو لربنا انه ان شاء الله بعد ما نعمل فحوصات ونعمل تصوير وكده يكون في نتائج احسن، ويكون في مساحه بتاع انه العين حتى لو نقدر نلحق عين واحده بعد ما ترجع حسه محلها وتمشي ترتاح وكده، هنجي مع التيم بتاعنا بتاع الطب النفسي عشان نعمل لها تقييم كويس ونتونس معاها ونشوف المشاكل الثانيه، وبعد ذلك بتتعالج بيز اون ذات. طيب دكتورة، في ناس يمكن الواحد لما يصاب في الأول بأي إشكال كده أو صدمة نفسية قد يتماسك ساعة ساعتين يوم يومين شهر ستة أيام شهرين، يمكن لما يفوق من الصدمة بيبقى إنه عنده صعوبة في التعامل مع الموقف. أنت قلتي حاليا هي متماسكة، يمكن هي عايشة الأجواء النفسية دي إنها متماسكة حاليا ما فقط من الصدمة، يمكن لما تفوق من الصدمة هتصهر بشكل ثاني. طيب نحن عموما الدراسات بتقسم حتى الرد الفعل ما بعد الصدمه، يعني البني ادمين عندهم قدره مرونه غريبه، انه في ناس الصدمه بتتخيل المفروض يحصل لهم ويحصل لهم ويحصل لهم، لكن ما كل الناس بتحصل لهم الحاجات بتاعت اضطرابات مع بعد الصدمه. نحن بيعتمد على نظرتنا للصدمه والمعنى اللي بنديه له. عشان كده مثلا لما يكون في زول جاي من القريه مثلا، لانه القريه حياته صعبه ومر بمواقف كثيره، بيكون هو ليتل بيت مرونته احسن من زول قام في المدينه. يعني عشان كده حتى استجاباته والريسبونس بتاع الناس للصدمه بيختلف. فانا قلت انه هي متماسكه، ده ممكن يكون فعلا هي لسه مصدومه ما استوعبت الحاصل ده، وممكن يكون ذاته لانه من ما هي الحاجه دي بدت كان يعني عندها دعم اجتماعي كويس حوالينا، وده ذاته بيدينا نتيجه كويسه لقدام. يعني زول مثلا لما تعرض لصدمه وعنده دعم اجتماعي، ولا تعرض لصدمه وما عنده دعم اجتماعي، النتيجتين بيختلفوا. فنحن حنكون متابعينها، نحن بنتابع ناس الصدمه لحد 6 شهور، لانه حتى في اضطرابات بتجي بعد 6 شهور. طيب سؤال ثاني، هي قالت يعني هي ربطوا يدينا وكانت ماخذيننا مسافه بعيده، هل الترتيبات دي خلتها تتهيئ نفسيا انه حيحصل لها شيء كعب، فده خلاها تقدر تتعامل مع الصدمه في الفتره دي؟ أنا صعب أقول آية ولا، لأنه بالعكس لما يجهزوك عشان يأذوك أنت بتتألم أكتر، ما زي الصدمة اللي بتجي فجأة، لأنه الجسم بيفرز هرمونات وبيفرز إنزيمات بعدها الاستجابة بتكون مختلفة. لكن إذا نحن
اذا نحن عندنا ده تحليلي انا كتونغ في اللحظه دي انا ما شفت العيان, اذا نحن عندنا ابو عنده قساوه زي دي وليه هسه بيتكلم ما في اي احساس بالذنب ولا اي ريمورس, فنتوقع انه البيت ذاتها حياته البدايه ما كانت سهله, يعني ممكن يكون لانه هي تعرضت لي كتير فالحصل معاها مثلا من ابوها ده حاجه بسيطه يعني, يعني زول مثلا بيتضرب كل يوم وجا في مره ضرب ضربتين ما بيحسبهم تاني, ما زي زول ما ضربه خالص يجي يضرب ضربتين, عشان كده انا قاعد اقول لك دي بيعتمد على انه هي ذاتها حياتها قامت كيف وعاشت مع ابو زي ده كيف وراها شنو, عشان كده مثلا المرحله دي لحد هسه هي ما مصدومه مثلا منه, او في زول بتكون متوقع انه ياذيك اللي بتتوقع انه ياذيك ده بتتجهز له. طيب الرساله شنو ممكن نوصلها للمجتمعات بتاعتنا, لانه اعتقد دي ما حتكون الحادثه الاولى ولا الاخيره في مجتمعاتنا, يمكن حتعيد نفسها بس بشكل ثاني يمكن الحادثه دي, فنحن ممكن في شخص حيقتل شخص حيحصل له برضه, فنحن نقدر نلقى حتى لو علاج موضعي او لفتره او لفتره معينه, كيف نقدر نتجاوز المرحله دي عشان ما نحاول نقصيها خالص من حياتنا. طيب نحن نقول بصوره عامه انه العنف ضد اي زول مرفوض من اي زول بصفه عامه, فنحن نحاول نشتغل على قصه بتاع الفهم بتاع المجتمع اللي بيقول انه جناك ومرتك ديل ممتلكاتك تعمل فيهم الدايرون, الكلام ده ما صح, ديل بني ادمين عندهم حقوق وعندهم جنسيات وانت لو اذيته بتتحاكم, يعني الفهم بتاع المجتمعات انه لانه هو حقك انت بتسوي فوق الدايره ولا دفعت بقر ده المفروض احنا نحاول نشتغل ان احنا نغيره. الحاجه الثانيه انه احنا نوعي عيالنا انك انت لما يؤذوك الليله وبكره ريبورتد لازم تمشي تشتكي, زي ما الخواجات عندهم ال 9111 نحن برضه نعمل خط زي ده, والكويس انه كل الاجسام فيه حاجه اسمه يونت اسمه سبيشال بروتكشن, يمشي لليونت بتاع سبيشال بروتكشن ده, وانا قاعد يعملوا له قاعدين يعملوا له عشان نقدر يعني البنت لو اشتكت من بدري من اول 3-4 اذيات ما كنا وصلنا للمرحله دي, لكن لانه هم عندنا حاجه اسمها سوشيال نورم اللي هي الناس بدات تتقبل الحاجه دي اجتماعيا انه المره راجله يدق ده طبيعي, لانه النسوان الثانيين رجالهم قاعدين يدقون برضه, فبقى زي انه بنسميه شنو السوشيال نورم, بقى مقبول اجتماعيا, فبرضه الابوك يدقك ابوك يقطع اذانك ابوك يعمل لك, نحن ده لازم نرفض انه الحاجه دي ما مقبوله اجتماعيا, ما مقبوله ده غلط, فدورنا كناس متعلمين وناس واعيين ان احنا لازم نوصل الحاجه دي ولازم نوعي. فانا داير الكلام ده بقى على الاعلام, يعني خلوا يكون عندكم انا ما اعرف هاو دو يو سويد لو مثلا رننج مثلا ادفرتايزنج اي كلام اي شيء انه يا جماعه العنف ده ما صح, اذا ايد منزلي حتى العنف المدرسي, يعني احنا ما احزن الكلام ده لانه ابوه ده في البيت, ممكن يكون برضه في المدرسه فيه, ممكن يكون في الجامعات فيه, ممكن يكون في اي محل, فنحن دارين ننبذ ثقافه انه العنف يكون مقبول اجتماعيا.